السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بلقياكم في لقاء جديد من لقاءات التميز في دورات المهارات الحياتية. ولن نخفيكم سرا أننا جد سعداء ونحن في دورات المهارات الحياتية في نسختها الرابعة، 4 نسخ من الإبداع والتميز، من العمل الجاد من كل أعضاء الفريق، فريق الإعداد، فريق القيادة، وفريق المواكبة والتتبع، فتحية لهم جميعا. ولن ننسى أن ننوه بعمل جنود الخفاء خلية اليقظة لما وفروه لنا من راحة في العمل ومنصة كاملة ومتكاملة تبعث على الأريحية في العمل. شكرا لهم، وشكرا لكل عضو من أعضاء فضب ساندنا وجهنا وشجعنا على الاستمرار والتميز. وفي الأخير علينا أن نصفق وبحرارة لمن مد لنا يد العون دائما، من وثق بنا واعترف بقدراتنا، من فتح لنا باب النجاح والتميز، من افتخر بنا ونوه بعملنا. نحيي وبحرارة الأستاذين الفاضلين المساندين الرسميين لكل دورات فضيب عموما ودورة المهارات الحياتية خصوصا. تحية للأستاذ محمد رزوقي وعبد الكريم بن عمر. نرحب بكم اليوم في موضوع جديد ضروري ومهم، الإنصات الجيد مفتاح العلاقات الإيجابية. تقدمه لنا الأستاذة الماهرة الأستاذة فاطمة مغينف. الأستاذة فاطمة مغينف عضو فريق إعداد المهارات الحياتية، أستاذة مادة الاجتماعيات بالثانوي الإعدادي، باحثة ومهتمة بمجال التنمية الذاتية، حاصلة على شهادة الماستر بشعبة الجغرافيا دينامية الأوساط وتدبير الموارد بالمغرب، حاصلة على شواهد معتمدة في مجال إدماج التكنولوجيا في التعليم لغايات بيداغوجية، عضو فريق مشروع مهاراتي بالتعليم الثانوي الإعدادي لمادة الاجتماعيات، عضو فريق الفريق الجهوي لكومبراكتيس. نرحب بكم جميعا في موضوع الإنصات، ونتمنى أن نكون عند حسن ظنكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والأنبياء. بداية نتوجه بخالص امتنان والتقدير لفريق المهارات الحياتية في شخص الميسرين والمؤثرين لهذه الدورة، كما نشكر ونعتذر من الحضور الكريم الذي سيشاركنا هذه الليلة في موضوع اخترنا له بعنوان إنصات جيد مفتاح العلاقات الإيجابية. ولعل من أهم الدوافع التي جعلتنا نختار هذا الموضوع هو أن مهارة الإنصات من بين المهارات الجوهرية الأساسية لربط علاقات إيجابية مع الآخر وكسب ثقتهم ومودتهم، في حين أنها أصبحت حاليا من الفضائل المنسية أو المغيبة. فالكل منا يبحث الآن عن كيف يقوم بالتأثير والتعامل مع الناس من خلال الحديث فقط، متناسين أن هناك مهارة أهم من ذلك ألا وهي الإنصات. فالإنصات هي مهارة أسهل وأكثر استعمالا، قد نستعملها في أي وقت وأي زمان، ولكننا نهملها كثيرا في علاقتنا التواصلية مع الآخر. كما نلاحظ من خلال الشاشة أن هناك شخصين من خلال الشاشة، هناك شخص بمعنى أن لديه قفل والآخر هناك. ألو أستاذة ربنا، وصلي أستاذة، وصلي. هل تسمعونني؟ نعم نسمعك. قلت أنه لدينا من خلال الصورة أن هناك شخصين، شخص يحمل المفتاح يعني بمثابة المفتاح والآخر بمثابة القفل. إذا الشخص الذي يحمل المفتاح هو بمثابة المنصت، في حين أن الشخص الذي هو بمثابة قفل فهو الشخص الذي يحتاج إلى التعبير أكثر عن معلوماته وعن آرائه وعن مواقفه،
وبإنصاتنا لذلك الشخص نكون ذلك المفتاح الذي توصلنا إلى رؤية ذلك الشخص وفهمنا جيدا منظوره ورؤيته للأمور. على أي بالنسبة لتصميم الموضوع الخاص بين العيلة والتقديم، التمييز بين السمع والاستماع والإنصات، ثم لدينا تعريف الإنصات الجيد، إيجابيات الإنصات الجيد، تطبيق مهارة الإنصات الجيد، وأخيرا ننهي عرضنا بخلاصات. إذا كتقديم سنشتغل على هذه الصورة ونبدأها بتساؤل بديهي، بتساؤل بديهي يطرحه الكل، وهو: لقد منحنا الله سبحانه وتعالى أذنين اثنين وفما واحدا، فما المغزى في ذلك؟ يعني ما المغزى من منحنا أذنين وفما واحدا؟ بكل بساطة يكمن السر في ذلك، في كوننا أننا نستمع أكثر مما نتكلم، فالفرد يستمع يوميا مقدار ما يعادل كتاب متوسط الحجم، ويتحدث بما يعادل كتابا كل أسبوع، ويقرأ ما يساوي كتابا كل 3 أشهر، بينما يكتب ما يعادل كتابا ولكن كل نصف سنة. أضف إلى ذلك أن 85% من المعلومات التي نتلقاها تكون عن طريق الاستماع، كما أن أغلب الأشخاص يتذكرون حوالي 50% مما يسمعونه للتو. إذا كنا نحقق كل هذا فقط بالاستماع، فماذا إذا كنا منصتين جيدين؟ في طرحنا للتساؤل الأول، لماذا حبانا الله سبحانه وتعالى بأذنين اثنين وفما واحدا، ستكون إجابة أغلب الأشخاص على الشكل التالي، ولك من سيقول من أجل السمع، أو آخرون سيقولون من أجل الإصغاء، في حين أن فريق آخر سيقول من أجل الإنصات، بينما آخرين سيقولون من أجل الاستماع. هي كلمات مختلفة ولكن لديها قاسم مشترك. إذا هناك فرق ما بين السمع، الاستماع، الإصغاء والإنصات. إذا فبالنسبة للسمع، هو حالة فيزيولوجية عادية أو عضوية، يعني بها قدرة شخص على استقبال منبهات الصوتية. أما الاستماع فهو فعل نقصد به تمييز الأصوات المنطوقة بما فيها لهجة المتكلم ومفرداته، يعني نسمو قليلا عن السمع. الإصغاء هو الدخول في مرحلة التركيز وتفاعل القلب ومشاعر. أما بالنسبة للإنصات فهو عملية سيكولوجية تتطلب إضافة إلى حاسة السمع، استعمال حاسة البصر وباقي الجوارح، حيث تؤمن لنا الربط بين الأصوات والإيماءات الحسية والحركية للمتحدث. إذ يمكننا هنا أن نميز بين ما يقال وبين ما الشيء الذي لم يقال، نميزه فقط بحركة البصر أو من خلال فهمنا للتواصل غير لفظي. لذلك المتحدث ربما قد يخبرنا شيئا وهو يتحدث عنه، ولكن حركته تخبرنا ضد تلك الرسالة. إذا يجب علينا كذلك ملاحظة التناقضات ما بين الرسائل اللفظية وغير اللفظية. وبالنسبة للإنصات فهو يتضمن الإحساس والتفسير ثم التقييم والاستجابة لذلك المتحدث. وبيت القصيد من هذا العرض هو الإنصات. هذا هو بيت القصيد ديالنا، أنه أسمى درجات استماع. إذا بيت القصيد هنا هو الإنصات، ولكن ليس أي إنصات بل الإنصات الجيد.
والإنصات الجيد إضافة إلى كونه من باب الأدب والاحترام، فهو آلية من الآليات المهمة لعملية تواصلية ناجحة، سواء في أحاديثنا الاعتيادية اليومية أو الليالية أو حتى في حواراتنا في العالم، وأقصد بذلك الحوارات الصوتية مثلا، وهو في الآن نفسه موقف، يعني موقف نتخذه مع ذلك الشخص أساسية يجب امتلاكها لإقامة الحوار والنقاش. إذا كان الإنصات الجيد موقف ومهارة وفن، فما هي إيجابيته؟ إذن هنا سنقوم بسرد مجموعة من إيجابيات الإنصات الجيد. أولا، يساعدنا الإنصات الجيد الآخر إلى توفير الوقت والجهد، حيث أن المنصت يتلقى المعلومات بسرعة نتيجة تركيزه عليها، وبالتالي يستطيع فهم مضمونها وتحليل شفرتها. ثانيا، من خلال إنصاتنا للآخر نتجنب سوء الفهم وسرعة الاستنتاج وبناء المواقف، أي يمنعنا من التسرع والانفعال وبالتالي الرد المناسب. ثالثا، التحفيز على العمل الجماعي، ونحن ندرك أن العمل الجماعي يحتاج لتضافر الجهود والتعاون وتبادل الخبرات، ولن يتأتى ذلك بين أعضاء الفريق إلا بالإنصات. رابعا، تعلم احترام الآخرين والتعلم منهم، فالاحترام كما نعلم هو قيمة حميدة، والإنصات أحد أهم الطرق التي تبين احترامنا للآخر وتكسبنا احترام ذلك الشخص من خلال اهتمامنا بأحاديثه. ثم القدرة على اتخاذ القرار الصحيح في الأسرة والعمل، فإنصاتنا للآخرين يجعلنا على أكبر قدر من المرايات والآراء، مما يمنحنا الوقت الكافي لتحليل الأمور من مختلف الزوايا والجوانب، وبالتالي اتخاذ القرار الصحيح. سادسا، نطور قدراتنا العقلية، يمكننا من تطوير القدرات العقلية. في الإنصات الآخر مثلا، نقوم بتطوير ملكة المعلومات، القدرة على استخلاص الأفكار والتنبؤ بالنتائج. إذا قلنا بتطوير القدرات العقلية أنه بإنصاتنا للآخر نستطيع تدريب ملكة الحفظ، يعني ملكة حفظ المعلومات أو المعطيات التي نتلقاها، ثم إمكانية استنتاج أو التنبؤ بالنتائج، ثم استخلاص الأفكار العامة. بالنسبة لي سابعا، جعل المستمع أكثر قدرة على إيصال رسالته، فالمستمع كيفما كان شأنه عندما أو المتحدث عفوا كيفما كان شأنه عندما يرى اهتمامنا بما يريد إيصاله، فتصبح لديه أكثر قدرة على إيصال رسالته. ثامنا، التمكن من تغيير مجريات الحوار بما يخدم الفكرة. تاسعا، فهم آخر بصورة جيدة وبالتالي مناقشته والحكم بموضوعية. أخيرا، وهو هدفنا من هذا العرض، وتكوين علاقات إيجابية مع الآخرين واستمتاعهم بالحديث معنا أو معك من خلال اهتمامك بما يقولونه، مما يمنحك ثقة كبيرة في النفس ويحسن تقدير ذواتنا، بالتالي نحصل على عدد كبير من الأصدقاء وحتى شبكات التواصل الاجتماعي. هذا بخصوص مزايا أو إيجابيات إنصات الجيد، ولكن السؤال المطروح هو كيف يمكننا أن نمارس هذا الإنصات الجيد مع الآخر. هنا نمر للفقرة الموالية، وهي تطبيق مهارة الإنصات. إذا لكي يكون إنصاتك جيدا للآخر، اتبع العادات التالية. أولا، توقف عن الكلام والتزم الصمت، فلا يمكننا الإنصات والحديث في نفس الوقت. ثانيا، طيب المتحدث وأريح، أعطيه الفرصة، شجعه على الحديث أو مئ برأسك، أو استخدم بعض الكلمات مثل نعم أو أضف، استخدم إيماءات أخرى تراها معبرة، حافظ على تواصلك الأهم، حافظ على تواصلك البسيط معه دون التحضيق كثيرا فيه، يعني نشعره بالحرية في التعبير عما يريد. ثم نركز انتباهنا مع المتحدث، وذلك من خلال جلسة معتدلة
وجه بشوش، النظر إلى عيني المتحدث، تجنب القيام بحركات، تجنب القيام بحركات ملفتة أو مسببة للمقاطعة من قبيل اشتغال أو انشغال عفوا بالهاتف أو تقليب الأوراق أو اللعبة بالأصابع أو النظر خارج النافذة، فهي ترسل له رسالة مفادها الملل أو الانزعاج من متابعتنا للاستماع له. ثم تعاطف مع المتحدث، نقصد هنا بالتعاطف مع المتحدث أن نضع مكاننا نفس ذلك الشخص حتى ننظر إلى الأمور من زاوية والتخلص من الأفكار المصدرة التي شكلها على المتحدث. أهم شيء اصبر على المتحدث وينهي حديثه، يعني فتوقف المتحدث عن مديته لفترة لا يعني بالضرورة أنه أنهى، ونتجنب كذلك مقاطعته أو إتمام الجملة بدله. اسأل أسئلة توضيحية لتأكيد حسن متابعتك وانتباهك حتى يمكنك أخذ رؤية واضحة عما يقوله المتحدث. تقبل المناقشة والانتقادات ولا تجادل، فالجدال خسارة للطرفين، فعندما نجادل المتحدث فنحن نضعه في موقف دفاع عن النفس. احتفظ بهدوئك الشخصي، عادة ما يستعمل المتحدث بعض الألفاظ أو بعض الكلمات أو أسلوبا في الحديث وهو يكون غير مقصود. مثلا هناك بعض المتحدثين يشعرون بحالة توتر أو الغضب أو الإحراج، يجب أن نعي ذلك. كما أن هناك بعض المتحدثين يتحدثون بكلمات أو بلهجة محلية تخصهم، أو قد يتحدث ويفرط في حركات بيديه، فيجب أن لا نركز على هذه الأمور بل نركز على ما يقوله، على الأفكار الصادرة عن تلك الحركات. ثم تجنب التعصب الشخصي، يجب أن نتجنب التعصب الشخصي لأفكارنا ومواقفنا حتى نكون منصفين غير متحيزين، وبالتالي الحكم بموضوعية. ثم الانتباه، انتبه للإشارات والتعابير غير رضية ولنبرة الصوت الصادرة عن المتحدث، مثل حركة الوجه، حركة تعابير الوجه عفوا، حركة الأعين، الإيماءات، تغير نبرة الصوت، فكلها معلومات ترسل لنا رسالة محددة. أهم ذلك ننصت للمتحدث، ننصت له، ليس لننشغل بالرد عليه أو معارضته بل لنفهمه. وكخلاصة لموضوعنا الإنصات الجيد لإصلاح العلاقات الإيجابية، يمكننا أن نأخذ ثلاث عبر أو ثلاث أحكام هي كثيرة، في من بينها الإنصات الجيد، يعني مما يعزز من قوة الإنصات وجعله أهم من التحدث. الإنصات الجيد هو قوة للمتحدث، فمن لا يمتلك خلق الإنصات لا يجد فن الحديث. ثم يقال إذا جالست العلماء فانصت لهم، وإذا جالست الجيال فانصت لهم، ففي إنصاتك للعلماء زيادة في العلم، وفي إنصاتك للجيال زيادة في الحلم. يعني هنا مطلوب منا الإنصات في كلا الحالتين، إن الطريقة المجدية في التواصل مع الآخرين وكسب ثقتهم ومودتهم هي الإنصات لهم فعلا. وكخلاصة للعرض، أنصتوا لبعضكم، فلعل أهم شيء نمنحه لبعضنا على الإطلاق هو الإنصات، فالناس تحب من يصغي لها ومن ينصت لها. شكرا لحسن متابعتكم. أشكرك. مع تحية فريق الإمارات حياتي، ونعتذر عن العطب الخارج كما تعلم. إذا أظن أننا سنكتفي بهذا القدر. سعيد جدا بمداخلتكم، بحضوركم، بتجاوبكم، بتشجيعكم لنا وشكركم. نشكركم جميعا، أشكر كل من ساهم في إنجاح هذا اللقاء. ما يمكنني أن أقول هو أن الإنصات مهارة،
يمكننا أن نتدرب عليها ويمكننا أن نصل إليها، فهو ليس بمستحيل بل كل شيء ممكن. فشكرا لكم وإلى لقاء قريب إن شاء الله.